دخلتي في علاقات ناجحه بعد انفصالك؟ لا توبتي الله. سنجل من ساعتها؟ وسعيده جدا الحمد لله. طب ليه ما فكرتيش ان انت تكرري تجربه الزواج؟ نسيتي الجواز. تخيلي معايا دابا انت في الخطوبه ديالك وخطيبك اسمع باباك وكيهضروا في داك الشيء ديال الخطوبه وداك الشيء ودير لك واحد الغميزه بحال هكا وانت فرحانه وناشطه، تخيلتي ونوضي تنعسي. هاي شنو يعني فرقك عني روح وحياك ما يهمني وما بنكسر. هاي بعد الله وياك يسعد. اختي نعم. شنو سميتك؟ نعم. شنو سميتك؟ نانو. وفين ساكنه؟ دربيدو. وباش تعشيتي؟ سعريو. نعم. زعلان عليا؟ ايه زعلان عليك. طيب سمحني علي شاني. قد لمعت عينا بالعزم انتفضت يمنا في هدوء العين. من هو الصامد المغامر في وجه السعير؟ يبعد عن عينيه الراحة يتحدى خصما في الساحة يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما لتحقيق الإنصاف وخيال أبيه في الأحلام يوقد في القلب الحساس حب الخير لكل الناس. لابس تك 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 تعالى مشو كيلا ليلى صافا الحمد لله الحمد لله الحمد لله تبركي شحال ديما عصير ديما وهي يمكن ما يدا صراحه يمكن ما يدا تخيص ليا شي تشيز شي تشيز سوسن كبيده شي ما مطاحلي حالي شي ما مطاح بزناس عبد الصادق لو زعل انا بصالحه حبيبي بال